السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عندي النهاردة رسالتين مهمين جدا عاوز أوصلهم لحضراتكم. الرسالة الأولى للمريض والرسالة الثانية للطبيب. بالنسبة للمريض، النهاردة شفت في معهد القومي للكبد بالقاهرة، كنت في لجنة أو عيادة أورام الكبد، شفت 30 حالة، 30 حالة أورام كبد كنا بننظرهم. بنفحص الحالات، بنشوف ايه اللي ينفع نشتغله وايه اللي ما ينفعش نشتغله. لقينا حوالي مثلا اللي ينفع نشتغله من 30 9 حالات فقط. طبعا رقم مخيف جدا لما ترجع حوالي 21 حاله ما ينفعش تعملها اي اجراء تدخلي. طبعا ده رقم مخيف، وطبعا الموضوع ده يرجع لعده اسباب. السبب الاول ان احنا معظم اورام الكبد بقينا بنكتشفها متاخره. ليه بقى؟ لان الحاجه المهمه جدا احنا دايما بننبه عليها ما بتحصلش، وهي الكشف المبكر لاورام الكبد. احنا قلنا قبل كده اكتر من 100 مره ان اي مريض كان عنده فيروس سي وخلص علاج الفيروس وربنا من عليه بالشفاء، سواء خد انترفيرون زمان او خد السوفالدي ومشتقاته، هذا المريض لما ربنا من عليه بالشفاء والبي سي ار بتاعه سلبي، ده خلاص الحمد لله اخف، لازم يتابع بعد كده بحاجه اسمها كشف مبكر لاورام الكبد. طيب احنا كده، هل البص ده بيخوف الناس؟ يعني لما اقول الكلام ده يبقى الناس كلها هيجي لها اورام؟ لا طبعا، في ناس بتقول لك انت بتخوفنا من البص ده. هو طبعا في بعض الناس لازم تخاف، ان كان اي مريض عنده نسبه تليف في البدايه، بعض الخلايا المتليفه ممكن تقلب بخلايا اورام او خلايا سرطانيه. طيب ازاي اعرف ان انا عندي اورام، والاورام دي بتيجي باعراض ولا ايه اللي بيحصل بالظبط؟ في الاغلب ما بتجيش باعراض. المريض ممكن يحصل له بعض الخمول او الكسل، يبدا يتغير شهيته للاكل، يبدا يحصل له وجع في الجنب الايمن من البطن، ممكن مريض بطنه تبدا تكبر شويه نتيجه تكون استسقاء بالبطن، يحصل له خمول او همدان، فيروح للدكتور، سواء دكتور الكبد اللي كان بيتابع معاه او دكتور بطنه، فيطلب له موجات صوتيه، يفاجئ الدكتور ان في بؤره موجوده في الكبد، بيبدا فورا يعمل له اشعه مقطعيه او رنين مغناطيسي للتاكد من نوع البؤره دي، فالدكتور او الاشعه بتقول ان ده بؤره سرطانيه في الكبد. معظم الحالات بتيجي متاخره بسبب حدوث بعض المضاعفات والتطورات في الحاله. حالات بتيجي بتاخر في التشخيص، بيحصل فيها تجلط في الوريد الباب الكبدي، او يحصل فيها استسقاء في البطن، المريض بيبقى حالته في ارتفاع في نسبه الصفراء، الحاله العامه بتكون غير مناسبه لاي اجراء تدخلي، فبيكون القرار بتاعنا قرار علاج تحفظي ومتابعه فقط، اسمها بيست سبورتيف كير. طبعا بنكتبها لحد ما ينفعش ليها اي اجراء. طب كانت هتفرق ايه الموضوع معانا؟ هيفرق الموضوع معانا لو احنا عملنا حاجه اسمها كشف مبكر لاورام الكبد. لو اكتشفنا بؤره صغيره في الكبد بنبدا فورا نتعامل معاها، بنعمل اكتر من اجراء، ممكن نقدر نعمل زراعه كبد، بنشيل الكبد المتليف ده اللي هو بدا يكون اورام ونحط مكانه فص من متبرع سليم، دي اسمها زراعه كبد او ليفر ترانسبلانتيشن. ممكن نعمل سيرجيكال ريسكشن او اجراء جراحي عن طريق استئصال هذه البؤره الجراحيه لو كانت مناسبه لاجراء جراحي. ممكن نعمل كي موضعي باستخدام الميكرويف او التردد الحراري. ممكن نعمل بعد كده حقن شرياني او حقن اشعاعي او حتى علاج ميديكال في بعض الحالات المتطوره شويه. ولكن في الاغلب او يعني في يعني نقدر نعمل اي اجراء نفيد بيه العيان. لكن لما بيجي لنا الحاله متطوره، استسقاء في البطن، تجلط في الاوعيه الدمويه، انتشار الاورام خارج الكبد او بدات تدخل في الاعضاء الاخرى او في العظم، ساعتها ما بنقدرش نعمل حاجه للاسف، وبكون هو خيار واحد بس ان احنا بنتابع المريض وبنحاول نديله علاج للالم، عشان خاطر المريض ده بيبقى في الاغلب عنده الام في جسمه كله، الام في العظم، ما بيعرفش ينام، فطبعا بيبقى ان احنا بنحاول نديله مسكن عشان يقدر يتعايش مع الموضوع ويعيش حياته. يبقى السبب الاولاني هو ان معظم الناس لما خلصت علاج فيروس سي، او حتى كثير من المرضى اللي عندهم فيروس بي ما بيتابعش بكشف مبكر لاورام الكبد. هو ايه الكشف المبكر ده؟ اجراء بسيط جدا، كل اللي مطلوب منك هتعمل موجات صوتيه على الكبد مع دكتور الكبد المعالج ليك، او في المركز اللي كنت بتعالج فيه، او مع دكتور اشعه. روح له قول له انا مخلص علاج من فتره كذا والحمد لله كويس، والبي سي ار بتاعي سلبي وما بشتكيش من اي حاجه خالص، بس عاوز اعمل كشف مبكر لاورام الكبد، فبعد اذنك بص لي على الكبد بالموجات الصوتيه. وبنعمل تحليل اسمه الفا فيتو بروتين، او تحليل دهات لاورام الكبد، وده طبعا ده مش مقياس قوي لانه ممكن يبقى نورمال طبيعي جدا والمريض عنده بؤر في الكبد، وممكن يبقى عالي والمريض ما عندوش اي اورام في الكبد، فهو بالنسبه لنا مش مقياس قوي. لكن المقياس الحقيقي هو الايرلي ديتكشن بالالترا ساوند او بالموجات فوق الصوتيه.
تمام. لو حصل فيه اشتباه في بؤر في اي جزء من الكبد، فورا بنبدا ناكد المعلومه باشعه مقطعيه ثلاثيه المراحل، او بنعمل دايناميك ام ار اي او رنين مغناطيسي ديناميكي على الكبد ونبدا ناكد المعلومه. وفورا خلال لجنه اورام متخصصه بنبدا ناخد القرار النهائي المناسب بشان هذه الايه البؤر عشان نقدر نفيد المريض نعمله حاجه مناسبه. الحاجه دي حاجه بالنسبه للمريض. يبقى هقول رساله تاني، كل العيانين اللي خلصوا علاج فيروس سي، كل العيانين اللي ما خدوش علاج فيروس سي، كل المرضى اللي عندهم فيروس بي سواء بيتعالج او بيتابع بس، يعني في ناس كتير جدا ما بتتابعش او ما بياخدش ادويه، الفيروس عنده خامل تماما على مستوى البي سي ار، فاحنا بنديله متابعه فقط كل 6 شهور. لازم كل 6 شهور او حتى 4 في موضوع فيروس بي بالذات، لان فيروس بي ده هو اسمه اونكوجينيك فيروس، من الفيروسات اللي بتعمل اورام في الكبد مباشره حتى من غير ما يكون في تليف. عشان كده مرضى فيروس بي كلهم لازم كل 4 شهور او 3 او 6 على الاكثر تعمل موجات صوتيه على الكبد، تعمل الفا فيتو بروتين ونبص عليه لازم، حتى ما كنتش بتشك من حاجه. واحد هيسالني سؤال والسؤال ده بيتكرر كتير، انا خلصت علاج فيروسي من فتره من سنين الحمد لله ما بشكش من اي حاجه، وكنت عامل فايبرو سكان كان اف 0 او اف 1 وما عنديش اي مشكله، اتابع برضو ايه المشكله؟ على الاقل مرتين في السنه تبص للموجات الصوتيه، مشوار واحد بس هيفرق معانا كتير جدا، نبص بص والله شفنا حاجه هنتعامل معاها، ما شفناش خير وبركه واطمنا على نفسينا عشان ما نفاجئش بهذا الكم الهائل من اورام الكبد. طبعا ده في مكان واحد، لما اشوف 30 عيان في يوم واحد غير طبعا اللي بشوفهم في مركز اورام الفيوم واللي بشوفهم في عيادتي الخاصه، فطبعا ارقام مهوله، شوف في الاسبوع الواحد ارقام مهوله من اورام الكبد المتطوره، تمام. فطبعا حياه مريض ومعظمهم طبعا للاسف بيبقى في الخمسينات وفي الاربعينات، مريض رب اسره مسؤول عن بيته ومسؤول عن اولاده في شغله، فهذا المريض طبعا بيصبح غير قادر على ان هو يشتغل، ما بيتالم، ما بيقدرش، يحصل فيه تطورات في الكبد بسرعه، لما يحصل فيه تجلط في الوريد الباب الكبدي يبقى انت قفلت 70% من غذاء الكبد، يحصل فيه تدهور في الحاله، المريض ده ما بيكونش قادر ان هو يشتغل او يتحرك. فطبعا للاسف يعني مرض بيحصل في الارواح، عشان كده بسبب ان احنا ما بنعملش او ما بنفعلش الكشف المبكر. انا اتمنى ان تكون حمله قوميه للكشف المبكر لاورام الكبد زي حمله الكشف المبكر لاورام الثدي وخلافه. فلازم كل المريض من غير ما حد يقول لك روح مباشره لاقرب دكتور كبد ليك، مركز اشعه، مركز كبد، قول له عاوز اعمل موجات صوتيه على الكبد عشان اطمن على الكبد بتاعي ان هو ما فيش بؤر. دي رقم واحد. الرساله الثانيه للطبيب. طبيب الكبد او الجهاز الهضمي اللي بيتعامل مع الفيروسات وامراض الكبد، من فضلك لازم تكون بتعرف تشتغل سونار كويس. ما بتعرفش مش عيب، ما فيش مشكله خالص، مش لازم كلنا نبقى اكسبيرت قوي في الالترا ساوند، لان ده تخصص اشعه طبعا في الاول والاخر، ولكن احنا طبعا هو ده تخصص مساند لينا ان احنا بنبص على العين بتاعنا. لازم لو انت بتشتغل حاجه زي كده تبقى اكسبيرت او تبقى ايه ويل سكيلد، فلازم تكون بتشتغل سونار كويس عشان فور ايرلي ديتكشن، لان انت العين بيروح لك انت ما بيروحش لدكتور الاشعه. فدكتور الكبد مهم جدا يكون بيشتغل سونار كويس جدا، تعلم سونار كويس جدا عشان خاطر الايرلي ديتكشن اوف اني هيباتيك فوكال ليجن، عشان الكشف المبكر لاي بؤره في الكبد. فلازم تكون دي من باب الامانه، ان انا ما ببصش على العين وخلاص، ببص على بطني واقول له مع السلامه عملت لك سونار استكمالا لصوره الكشف. طبعا دي حاجه يعني ايه احنا مش عايزينها تكون موجوده، احنا عاوزين يكون فعلا فحص حقيقي ودقيق بالموجات الصوتيه، ونكون يعني بنقدر نشتغل سونار كويس جدا. ما بتقدرش تشتغل سونار كويس جدا او شاكك في حاله، وديها مكان متخصص او بعتها لدكتور اشعه يبص لك عليها، قول له بعد اذنك سكرينينج فور اتش سي سي. احنا في الاخر اهم حاجه مصلحه المريض وحياه المريض، لان طبعا حياه المريض دي بتساوي يعني حاجات كتيره جدا. فمن باب الامانه لو احنا ما بنشتغلش سونار ابعتوا لحد يكون بيشتغل سونار كويس، او في مركز متخصص مثلا عندنا في معهد الكبد او في اي مكان اقرب مكان ليك، او مركز اشعه كويس، قول له سكرينينج فور اتش سي سي، عشان في الاخر برضه تخلي مسؤوليتك قدام ربنا ونقدر نفيد المريض. يبقى دي كانت رسالتين، رساله للمريض كل الناس تتابع بكشف مبكر لاورام الكبد، رساله للاطباء بعد اذنك تعلم سونار كويس، لو ما بتشتغلش سونار كويس ابعت المريض بتاعك يعمل عند دكتور اشعه واي مركز كبد متخصص، والمراكز طبعا منتشره على مستوى الجمهوريه، عشان في الاخر نقدر نعمل حاجه للمريض قبل فوات الاوان. ودايما انا بقول مشوار صغير هيفرق معانا كتير جدا. في النهايه طبعا اسال الله العظيم ان يمن بالشفاء العاجل على جميع المرضى، وان يديم عليكم نعمه الصحه والعافيه، ودمتم في خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.